حدثنا يوسف بن محمد حدثني يحيى بن سليم عن اسماعيل بن اميه عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره